اهلا وسهلا بيكم، اهلا بكل حبايبي بكل متابعيني. اتمنى لو الفيديو عجبكم ما تنسوش الدعم، ما تنسوش اللايك. اهم التنبؤات للعام 2023 للعرافة البلغارية بابا فانغا. مازالت العرافة البلغارية العمياء بتثير الجدل بتوقعاتها اللي بتصيب بنسبة كبيرة جدا، وبيذكر ان التنبؤات اللي سجلتها في كتابها واللي تم تداولها عن كل عام بتعرض توقعاتها بتعرض لحد عام 2030، وفيما يتعلق بأهم المعلومات عنها هي طبعا بيقال عنها في الغرب انها القديسة، بيقولوا انها القديسة بابا فانغا. اتولدت في العام 1911 في منطقة بتسمى مقدونية، ما كانتش عمياء منذ ولادتها، فقدت بصرها نتيجة تعرضها لعاصفة ترابية، وعلى الرغم من انها فات كتير على وفاتها اكتر من 25 سنة، الى طبعا ان توقعاتها هي مازالت محط اهتمام كثير من الاشخاص في العالم. توفيت العرافة البلغارية بابا فانغا في العام 1996 بسبب تعرضها للإصابة بسرطان الثدي. الله طبعا يرحمها ويرحم الجميع. مازالت طبعا هي المتصدرة في مواقع البحث بالذات في جوجل بنسبة كبيرة جدا، بأكبر نسبة طبعا. الجميع بيدور في بداية كل عام على توقعاتها. أهم توقعاتها للعام 2023 من يعني اللي تم نقلها من كتبها واللي اتكتب في كتابها إنها دي توقعات 2023، وبنشوفها موافقة جدا لما بيجري دوليا. توقعاتها بتوحي بانها لازالت يعني بتعيش لحد النهاردة. ربما ان الناقلين لأقوال بابا فانغا يعني بيشوفوا ما يتماشى مع الاحداث اللي بتقع في هذا العام. مثلا قصة الفيروس المجمد اللي تم اكتشافه في صربيا والتي نسبوها لتوقعات العرافة العمياء. يذكر بأن هذه القصة تمت روايتها من قبل علماء المناخ، والذين وضحوا تفسير ظهور الفيروس بسبب الاحتباس المناخي. ده طبعا أحدث أنواع الفيروسات المتصدرة المشهد. وفيما بيلي طبعا توقعات البلغارية العرافة بابا فانغا ل 2023، يعني دي أهم التوقعات للشرق الأوسط بالذات. المملكة العربية السعودية حسب توقعات بابا فانغا بتقول إن السعودية في العام 2023 هتنعم بالاستقرار والأمن والرخاء الاقتصادي، يعني السعودية هيحدث بيها تطورات إيجابية وهيكون هناك تحسن كبير في العداء العديد من يعني الحياة اليومية، وفي عدد كبير جدا من الأساليب الحياتية أبرزها هيكون الجانب الاقتصادي، وهيكون هناك انخفاض كبير جدا في نسبة البطالة، وسيتوفر نسب كبيرة من فرص عمل لديها. يعني السعودية هتتحسن جدا جدا في العام 2023 اقتصاديا حسب كلام العرافة البلغارية. سوريا أهم توقعاتها لسوريا حسب طبعا تنبؤات البلغارية بابا فانغا ان سوريا ستتجه الى السلام بشكل تدريجي، وان الحروب في سوريا سوف تنتهي
خلال 2023 هيرجع اللاجئين السوريين لبلادهم. أهم توقعاتها لفلسطين، توقعات بابا فنغا لفلسطين ما كانتش كويسة زي ما احنا بنتمنى. بتقول ان الامور في فلسطين وحسب ما هي وضحت انها هتتجه للأسوأ، وانه هيتم احتلال المزيد من الاراضي الفلسطينية، وهيكون هناك صراعات ومواجهات كبيرة بين الفلسطينيين والاسرائيليين. اهم توقعاتها لمصر، اكدت العرافة ان مصر هتتجه في 2023 نحو انتعاش اقتصادي وانفراجات عديدة في شتى المجالات، وسوف تقل نسبة الفقر في مصر هيزداد جدا فرص عمل وسياحة في مصر. وفي نهاية العام 2023 هيتم انخفاض كبير جدا ملحوظ بشكل كبير وملحوظ في نسبة البطالة. يعني مصر والسعودية في 2023 حسب أقوال العرافة البلغارية هيكونوا منتعشين اقتصاديا والوضع هيتحسن حسب أقوالها هي. العراق طبعا أهم اللي جه عن توقعات العرافة البلغارية بشأن العراق، بتقول إن سوف تتخلص من كل الطوائف اللي فيها اللي بتسعى لنشر الفساد فيها، وهيستعيد العراق أمجاده وستعود العراق قوية كما كانت عليه في الجوانب الاقتصادية والعلمية. الكوارث البشرية اللي تنبأت بها العرافة العمياء للعام 2023 بتقول ان في توقعات، يعني في طبعا توقعات كارثية وصاعقة تنبأت بيها، ويذكر بأن العرافة العمياء توقعاتها بتصيب بنسبة 85% و90%، وهي من أشهر الفلكيين على الإطلاق. بابا فنغة تنبأت بالحرب السورية وأحداثها بالتفاصيل قبل 20 عام، وتنبأت بالعديد من الأحداث العالمية اللي تحققت. وفيما يلي جملة من توقعاتها للعام 2023: بسبب التغيرات المناخية يتم اكتشاف فيروس جديد متجمد، وده بعد ذوبان كتل جليدية في صربيا، وهيتم اكتشاف الفيروس الأخطر على الإطلاق والإعلان عنه من قبل فريق طبي ناجح، ولا يوجد هناك أي تفاصيل أخرى عن الفيروس سوى أنه هيكون أخطر فيروس عرفته البشرية. طبعا تنبؤ خطير وغريب ومخيف، يعني احنا مصدقنا نعرف نتعامل مع كورونا، فبتفاجئنا ان هيجي فيروس اخطر واشرس فيروس عرفته البشرية، يعني هيكون اخطر واشرس من كورونا. هتتعافى بعض الدول من كورونا، وبتقول انها تعاني بعض دول العالم من شح كبير جدا هيحصل في مياه الشرب، يعني هيكون في جفاف في مياه الشرب، فهناك بعض الدول اللي هتكون مياه الشرب عندها غير كافية، وهيحصل صراعات بين الدول على بئر ماء واحد. كما نبهت بأن هناك سفينة غريبة هتتجه لكوكب الأرض وهتخلي الناس في ذهول كبير من قدومها، وهناك توقعات بأن السفينة هي عبارة عن كويكب غامض بيطلق عليه، كمان حددت الاسم، اسم أومو. الجراد سيدمر كل شيء في الهند بالتحديد، وبالذات وبالتحديد في منطقة نيو دلهي. هتوصل درجة الحرارة هناك لأكثر من 50 درجة مئوية، يعني الحرارة هتزيد عن 50 درجة مئوية، وستشهد الهند مشاهد نهاية العالم، وستدمر ملايين الأنواع من الحشرات والحبوب. يعني الحشرات هتيجي ملايين وهتدمر الحبوب والنباتات وكل معالم الحياة في الهند، اللي احنا طبعا عارفين ان الهند جنة
وبنسميها الجنة الخضراء، وإن الهند طبعا مشهورة بالزراعة. أوضحت بأن الهند هتكون أول بلد في العالم هتعاني من الجوع والقحط والجفاف. الظواهر المتطرفة سوف تؤثر على كوكب الأرض، يعني عام 2023 هيشهد سلسلة من الزلازل والبراكين والعديد من الكوارث الطبيعية، حرائق كبيرة في استراليا، فيضانات في أوروبا، سوف تؤثر على مظاهر الحياة فيها. الإدمان الرقمي والإفراط في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، الاندماج الكبير في العالم الافتراضي سيؤثر على دماغ الإنسان وعلى وظائفه وكل وظائفه الداخلية، وسيصبح شكل الإنسان يشبه شكل الزومبي. أهم توقعات بابا فانغا للأمراض في العام 2023، هناك تنبؤات إنه هيتم اكتشاف علاج نهائي لمرض السرطان، وهيتم السيطرة على المرض بشكل كلي، كما يعني قالت هناك توقعات بالقضاء على مرض السكري، والذي يعد طبعا من أشهر وأخطر الأمراض المزمنة في العالم، حيث سيتم اكتشاف الحل الجذري لهذا المرض. كما وتوقعت بأن هناك فيروس متجمد طبعا اللي قلنا عليه، اللي هو هيجي من صربيا، وده هيكون الأخطر. العرافة العمياء بتتوقع لأعقاب عام 2023، أو يعني نهاية عام 2022 بداية عام 2023، بتجذب طبعا الجميع بتوقعاتها. بتقول إن في مرض هيصيب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وبتقول إن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية هيجيله مرض مبهم وقد يعرضه لفقدان السمع، انقسامات في العقائد بين أشخاص في مختلف أنحاء العالم، واللي هينتج عنها صراعات وحروب. اختراع القطارات الطائرة، وبتتوقع التوقف عن استخدام البنزين والاعتماد على مصادر غيره أو مصادر الطاقة المتجددة بشكل رئيسي. تنبأت بظهور تنين أحمر، وبيقال إن ذلك هيكون في الصين. توقعات بناء يعني إن هيحصل مناوشات عسكرية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، وطبعا الوضع بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية دايما يعني مش تمام. انهيار في اقتصاد الدول الأوروبية بسبب تعرضها لحملة كبيرة من الكوارث البشرية، وبتتعرض أيضا لكوارث طبيعية مثل البراكين والزلازل اللي هتخلف ضحايا بشرية كبرى وراها، أو هتخلف خسائر اقتصادية قد لا تستطيع أوروبا مجابهتها. دي كانت أهم التوقعات للعرافة العمياء للعام 2023. قلنا كان أهم التوقعات للدول العربية والشرق الأوسط ولأوروبا وللعالم، وذكرنا طبعا إن هي بتقول في كوارث بشرية هتحدث، واللي تنبأت بيها في هذا العام. وجدير بالذكر إن مش لازم يعني نعتمد على التوقعات بشكل كبير. انا عن نفسي بقولها من باب تسلية، او بحبها من باب تسلية، ولكن انا والجميع مؤمنين لا يعلم الغيب الا الله وحده، وطبعا هو عنده علم الغيب. وبتمنى التعليقات المسيئة بلاش كده، لان احنا طبعا بنتعب جدا في الفيديوهات دي، مونتاج، ويعني بندور على الأحداث وبنكتبها وبنقولها، وبنتعب جدا جدا علشان يعني نلخص لكم اللي انتوا طبعا بتحبوه، لان لو انتوا مش بتحبوا التوقعات ما كنتوش هتدخلوا على الفيديو. فرجاء شجعونا باللايك عشان نقدر نستمر وتقدما لينا، وعشان القناة تستمر. وبلاش التعليقات المساعدة، مش يعني السيئة دي والمسيئة مش هتفيدكم بحاجة ولا هتفيدني بحاجة، غير ان انتوا بس هتهدموا قناتي وهتوقعوها. ومش عارفة يعني ليه دايما
يعني في ناس بتبقى عدوين ناس تانية. يعني قدمت المحتوى الروحي لان علامة روحانية حصل تعليقات مسيئة، مع ان في القناة التانية بتشكروهم وبتقدروهم. معرفش ليه في خطة ممنهجة لتوقيع قناتي. ملخص المسلسلات برضو بشوف المسلسل ولخصه بطريقة بسيطة وسهلة. لقيت اتقدم برضو بشكاوي ضد، طب ليه كده يعني؟ بدل ما تدعمونا وتسندونا يعني بتهدموا ليه قنواتنا؟ وشكرا جدا جدا ليك.